تضرر من شخص او شخصين موجودين ما انت بتعرف اسمهم خلف الكاميرا بتعرف اسمهم. هلا نحن بقول لك المكتب الاعلامي بالمجمل تبعه راح يكون متعاون مع الجميع اعتبارا من هذه اللحظه. اكيد سلبيات الاتحاد حاليا انه لم يؤهل مدراء منتخبات لم يؤهل اداري منتخبات لم يؤهل محللي اداء للمنتخبات لم يؤهل اعلاميين حقيقيين للاتحاد. يعني جوائز راح يكون باجتماع الاتحاد القادم للدوري راح يكون راح تتضاعف. بعد دائما بعد كل هزه حقيقيه بيكون في مرحله صمت. شو هي ايجابيه ولا سلبيه؟ هلا انا بعتقد فيها ايجابيه كثير وسلبيتها اقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعاً مثل ما وعدناكم اليوم ضيفنا الكابتن محي الدين دولة، حنحكي عن كتير أمور باتحاد الكرة، كتير أمور المنتخبات، تابعونا للنهاية. بس أتمنى وأرجو وأتمنى إنه ما يكون في أي تعليق سلبي، السب والشتم أتمنى نبطله، أتمنى نكون نحن واقعيين بتعليقاتنا على اللقاء فوراً. ما اتفقنا اليوم ضيفنا الكابتن محي الدين دولة، عضو اتحاد كرة القدم. الكابتن محي الدين دولة رئيس لجنة مسابقات باتحاد كرة القدم، تحياتي إليك، وكيفك؟ شو أخبارك؟ أنا أستاذ أحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بألف نعمة رب العالمين، الحمد لله على الصحة والعافية. أمين يا رب، الله يعطيكم العافية يا رب. كابتن، اليوم كثير مطالبات بالجمهور السوري بتقول لك استقالة الاتحاد، وانت من المعنيين باتحاد كرة القدم بالنهاية. كل اعضاء اتحاد كرة القدم اليوم يتحملوا فشل منتخب سوريا، يتحملوا عدم التأهل. منتخباتنا اغلبيتها اليوم فشلت بمشوارها الآسيوي بكل مشاركاتنا، شو رأيك بهذا الموضوع؟ اول شيء الجمهور طبعا حقه يطالب باي شيء من وجهة نظره. طبعا هو ما دخل للمعمعة، ما شاف الاتحاد نوعية العمل وكيفية العمل، لذلك أي أخفاق أي شيء يطالب الجمهور دائما بموضوع الاستقالة. ليس هذا الاتحاد فحسب، لكن كل الاتحادات التي تعاقبت على كرة القدم السورية تم طبعا مطالب استقالتها منذ تأسيس الاتحاد عام 1936 حتى هذه اللحظة. يعني الاتحاد الوحيد الذي بقي يمكن على رأس عمله بعتقد بين 2011 ل 2015 او 2012 الوحيد اللي اكمل دورته بشكل كامل. فنحن بنقول المطالبه هاي، هذا جمهور يحق له ان يتحدث كما يشاء وحسب قناعاته وحسب امر طبيعي. هذا عمل بالاتحاد عمل كبير اكيد لا يخلو من سلبيات، هناك ايجابيات يجب تعزيزها، يجب تلافي السلبيات اكيد، نحن مع الجمهور. لكن بنقول دائما هل الاتحاد ينجز شيء من هذا الامر؟ لا طبعا، هناك اشراقات الموجوده بالاتحاد، مثلا نلنا فضيه الدوره العربيه وخرجنا من الذهبيه بضربه جزاء، اخذنا غرب اسيا مركز ثالث، كمان اولمبي طبعا، المنتخب الشباب تأهل لنهائيات آسيا، المنتخب الواعدات والناشئات بطولة غرب آسيا. بنقول ما بدنا نقول إذا هني عم يعتبرون ما إنجاز، هذا خلينا نمشي مع الجمهور ما إنجاز، لكن هناك عمل بالاتحاد يجب تسليط الضوء عليه كإيجابية. لكن نحن لدينا سلبيات، ما تأهل المنتخب الأول نتيجة ظروف معينة، قاهرة كانت أكيد واضحة العيان، غياب أيام أوسو، غياب نوح، غياب بابلو صباغ، غياب عمر خريبين، هذه الغيابات طبعا أثرت كثير، إضافة للإصابات الموجودة كان ضمن المنتخب، وما تأهلنا نتيجة حتى عدم تأهلنا بالمنتخب الأولمبي. نفس الشيء كان هناك قبل البطولة بيوم أو يومين كان هناك بحدود 7 إصابات مع غيابات من التشكيل تقريبا الأساسي بنعتبره، لذلك ما وصلنا للنهائيات الأولمبية لتحت 23. يجب تسليط الضوء على هذه الامور. نعم كابتن، اليوم بيقول لك اليوم مدير المنتخب يعني هو منصب حساس جدا، منصب لازم كل مره نشوف مدير منتخب من اللاعبين القدامى موجودين بسوريا، مو شرط يكون عضو اتحاد. وهذا السؤال وجهناه خلف الكواليس للكابتن موفى فتح الله وايضا رئيس الاتحاد، واليوم وجه لك اياه، ليش ما يتم تغيير منصب مدير المنتخب لمنصب حساس جدا اللي شفنا كثير مشاكل صارت بالفترات الاخيره وما قدرنا نحلها؟ اقل ما هناك تسريبات اعلاميه، هي اقل ما هنالك في كثير قصص صارت من لاعبين واشاره، شو اسمها اشاره الكابتن تبع محمود داوود، هي القصه الجديده.
فاليوم ليش ما عم يتم من اتحاد كرة القدم العمل انه اعضاء اتحاد يضلوا بالاتحاد واي شيء بيكون للمنتخب يكون مثل حسام السيد الكردغلي باسمائه الكبيره طبعا الموجودين داخل البلد مو اللي برا البلد. تفضل. هلا اول حقيقه نحن نعتمد على المدير الاداري واعطاء الصلاحيات الكامله للمدرب المنتخب، فبالتالي يجب 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 المرحله القادمه يجب ان يكون هناك مدير فني يناقش المدربين حول اخطاء. مدير فني اللي هو الكابتن فجر ابراهيم حاليا للاتحاد. المدير هو المدير الفني للاتحاد، يجب ان يكون هناك مدير فني بكل منتخب اصلا موجودين. يعني طبعا نحن الاستاذ صلاح رمضان هو الاكثر خبره بالاتحاد وعمل بالعمل الاداري والعمل التدريبي والعمل، هو قادر على مناقشه اي مدرب كخطط تدريبيه، لذلك كان مناط له هذا الموضوع مع منتخب الرجال حتى نقوم هذا الموضوع. اكيد عمل واجبه كما يعني حدثنا مع بعض. مدير المنتخب المدير المنتخب هو نحن ما المدير المنتخب بحكي عن الاسم الاستاذ موفى فتح الله للوجه التحيه والاحترام. يعني هل يا ترى ما في بسوريا داخل سوريا ما بدي برا سوريا مدير منتخب؟ هلا نحن هو المدير الاداري اللي عم طبعا نحن بنقول احد السلبيات الاتحاد حاليا انه لم يؤهل مدراء منتخبات، لم يؤهل اداريي منتخبات، لم يؤهل محللي اداء للمنتخبات، لم يؤهل اعلاميين حقيقيين للاتحاد. يعني نحن الموجود بالمكتب الاعلامي عم نطالب الاتحاد، لكن اللي هل يا ترى هو يمتلك هذه المهنيه؟ اكيد ما الكل على نفس السويه، في البعض. لذلك نحن هذا الامر يجب على الاتحاد بالمرحله القادمه ايجاد عناصر دائما لتواجد المنتخبات القادمه، عناصر تمتلك الاحترافيه المهنيه العلميه بهذا الموضوع. اكيد هناك في خلال يجب معالجته بصراحه. حنشوف ما بعد 22/7 طبعا هلا ما في سحب ثقه، سمعت انه ما في سحب ثقه ابدا، حنشوف تغييرات باتحاد كره القدم، ممكن اعضاء، ممكن موظفين بعد الجمعية العمومية؟ هلا الأعضاء ما بتصور، لأنه هذا بده موضوع حجب ثقة أو شيء، ما بتصور، لكن ممكن يكون بعض التغييرات، ممكن يعني وممكن لا، ممكن لا، يعني كل شيء وارد. بدنا كلمة للجمهور، ريح الجمهور اليوم، الجمهور مطالب. شفت لقاء مع الأستاذ رمضان امبارح أو حواري الودي كان مع الأستاذ رمضان، أفاد كثير من الشارع الرياضي السوري والإعلام تناقله كله. اليوم بدنا الأستاذ يعني محي الدين دولة عضو اتحاد. الجمهور ناطر كلمه، بده يرتاح، بده هل الاتحاد باقي؟ الاتحاد حيتغير؟ هل حنغير بسياسه الاتحاد بموظفي الاتحاد؟ هلا شوف الهزه اللي حصلت للمنتخب الاول اثرت طبعا على الكره السوريه واثرت على الاتحاد. اكيد هناك اكيد في اعاده نظر في كثير من الامور بالاتحاد، اكيد واعاده هيكله لبعض المواضيع لمتابعتها لابد، لكن هذا الأمر يبقى فيه شيء من السرية لدى الاتحاد لمعالجته باجتماعاته الدورية القادمة. حنشوف في الموسم القادم بالدوري السوري شيء جديد، ملعب، فار، حكام، قوانين جديدة حتطبق مثل المؤتمرات الصحفية اللي كنا نشوفها سابقا. الفار بتصور أموره يعني بتسارع تجهيزه، رح يكون قادم، ممكن إذا بدينا الدوري 18/10 ممكن إنه يصل قبل هذه الفترة، طبعا حسب تيسير رب العالمين. بالنهاية النظام الدوري حيتغير أكيد بالنسبة للدرجة الأولى والفئات العمرية، أكيد الدرجة الممتازة صعب التغيير فيه بهذه المرحلة نتيجة ظروف الأندية والانتخابات، كتير عوامل يعني بتلعب دور، لكن رح نعيد الهيكلة من قاعدة الهرم من تحت، من الفئات العمرية من الدرجة الثانية والدرجة الأولى، رح نبدأ نعيد الهيكلة ونعيد الألاق للفئات العمرية لحتى نكتر له مسابقاته ونكتر له مبارياته قدر الإمكان، سواء على مستوى المحافظة سواء على مستوى القطر، بحيث أنه اللاعب يلعب عدد كبير من مباريات التجريبية. نعم. وأكيد يعني أكيد في تطوير المسابقات حكما، يعني مسابقة كأس الجمهورية أكيد حنبدأ فيها منذ البداية بطريقة الذهاب والإياب بعكس اللي كانوا. جوائز الدوري والكأس سمعت أنه ارتفعت شوي. أكيد ده ترتفع طبعا، لأن احنا في شيء اسمه تضخم مالي موجود، يعني جائزة يجب أن تكون ملبية لطموح الأندية، طبعا ما هي حتعوض عن المصاريف النادي كله، لكن يجب أن تكون مواكبة بالحد الأدنى. يعني لما نقول لاعب عقده 200 مليون فأكيد على الأقل بدها تكون تواكب العقد لاعب على الأقل. أكيد جوائز رح يكون باجتماع الاتحاد القادم للدوري رح يكون
راح تتضاعف وجوز اكثر حسب الامكانيات الموجوده، لكن اكيد في تطور بالجوائز. اخيرا عندكم مشاكل مع الاعلام بشكل مو طبيعي، الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني. ليش الاتحاد السوري بعد كل فشل او بعد كل خساره ما بنطلع نحكي، ما بنطلع برا شو موقفنا، نكون بعيدين عن الاعلام، وبنفس الوقت بنجيب او تصريحات اعلاميه من بعض الصحف الالكترونيه او غيره اشخاص معينين بنطلع معهم اعلاميا؟ اكيد هذا الشيء ليش بيصير؟ هلا طبعا هلا ما بنقول مو الافضل تعمل مؤتمر صحفي مثلا؟ اكيد هلا هو في بعد دائما بعد كل هزه حقيقيه بيكون في مرحله صمت. شو هي ايجابيه ولا سلبيه؟ هلا انا بعتقد فيها ايجابيه كثير وسلبيتها اقل. لبين ما تستقر الامور لحتى نعرف ما حصل الاصل مع المنتخب. طبعا لحتى تم اجتماع الاتحاد لحتى عرفنا اللي ملابسات الامور والمعوقات اللي حصلت مع المنتخب والامور السفر والطيران وهذا كلها كانت معوقات حقيقه. بعدين ممكن يصير مؤتمر صحفي. الحقيقه نحن حتى ما نكون جازمين، نحن مقصرين بهذا الموضوع حتى نكون جازمين. يعني الاعلام يعني الغالبيه عم يكون مقدر لعمل الاتحاد، لكن في بعض الاقلام عم تكون قاسيه بالتعامل مع الاتحاد، يعني درجة قسوة كبيرة جدا جدا جدا. لذلك ممكن يكون الإحجام عن المؤتمر الصحفي بسبب هذه الأقلام. يعني ممكن أنا اليوم من صناع المحتوى طالبين مني رسالة وأمانة حتوصل، وحكيتها مع أستاذ رحمة الله، بحكيها مع حضرتك وحكيتها مع أستاذ موفى فتح الله. اليوم منتخب سوريا هو منتخب للجميع. اليوم أنا بدي أخذ من منتخب سوريا من قناة اليوتيوب بدي أخذ ملخص مباراة، بدي أخذ تمرين المنتخب، بدي أحكي عنه، هل يا ترى بيروح يخالفوني بيخالفوا قناتي ويعمل علي تبليغ بالقناة؟ هل هذا يجوز؟ لا طبعا طبعا بس الصراحة ما بيجوز هذا الكلام. طبعا ما بيصير، لأنه احنا في عنا بالنهاية في حرية صحافة، في إعلام بده يشوفنا. نحن للإعلام يجب أن يكون، نحن قناعتي الشخصية وأنا إعلامي، يعني أنا خريج صحافي يعني. بطاقتك شفتها أنا بالضبط. كمان يعني. بالضبط، يعني إذا لم يكن شريك حقيقي الإعلام ممكن يكون في بطء بالتطور. يجب أن يكون شريك حقيقي بكل ما تعني الكلمة الإعلام. وانا بتمنى هلا عبر صفحتك اي اعلامي بده اي شيء رقمي موجود مين ما كان، سواء من داخل البلد او خارج البلد، لاعطيه المعلومه الصحيحه التي امتلكها انا، فورا بياخذها مني وعلى مسؤوليتي الشخصيه. ما عندي بخل ابدا باعطاء المعلومه. واللي تم الاساءه لهم طبعا مسيئين، انا ضدهم. كل واحد بيسيء للاتحاد او بيسيء للشخص، اي شخص كان بيسبه انا ضده هذا الشيء. اللي اخذوا فيديوهات من الاتحاد من قناة الاتحاد ومخالفة قنواته، هدول بالنهاية عم ينقلوا الصوت والصورة طبعا. ما عندهم أي إساءة، هدول اللي تضرروا هل سيتم معاقبة من ضررهم؟ سؤال يعني. لا احنا طبعا شوف في تضرر من شخص أو شخصين موجودين، ما انت بتعرف اسمهم خلف الكاميرا بالضبط. بتعرف اسمهم يعني. احنا هلا شوف في قانون بيحكم البلد هذا الموضوع، في قانون الصحافة، قانون الإعلام، قانون في يعني بيحكم هذا الموضوع. نحن شو بيقول هذا القانون؟ احنا تحت سقف هذا القانون. الموضوع بايدكم استاذ. طبعا 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 الموضوع بايدكم انتم. انت مشكله انه عم بيخالفوا الشخص المسؤول عن هذا الموضوع، عم بيعمل تبليغ على قناه اخذت فيديو للمنتخب. ما اساء الزلمه، اخذ فيديو منتخب يتمرن بحضور الكابتن فلان بحضور كذا، يعني عم يشرح بس طبيعي طبعًا. بس انت ليش تاخذ مني فيديو؟ انت مالك شخص عادي. أنا أنا انت ممثل مؤسس الاتحاد الكره. استاذ احمد انا لي راي شخصي بهذا الموضوع. ما دام نحن كصفحه اتحاد رسمي عم ننشر، معناته عم ننشر للجميع. حلو، يمكن الاستفاده منه لاي حدا بما يتوافق مع قوانين الدوله. ممتاز، ما شو عنا شو المشكله يعني؟ نحن عم ننشر بشكل شخصي، ليس عم ننشر شيء حصري، ولا هو اللي عم ياخذ هذه اللي عم يزور فيها او شيء. ما في شيء، عم ياخذها كما هي، عم يشرح وعم بيحلل كما هي، عم يحلل منها. نعم. بتمنى انه هذا اللي عم ياخذ الفيديو من الاتحاد ان لا يسيء للاتحاد بكلمه او شيء او ما في اشخاص بعرفهم ما تمت الاساءه. شكرا للكابتن استاذ عماد الاميري، شكرا من القلب انه كثير متفهم هاي النقطه وحكينا معه. للامانه ما قصر، وبعض الامور طبعا اصرح فيها انه مثل ما حكيت انت حضرتك يعني كان متجاوب جدا مع الناس اللي انظلمت للأمانة. وأتمنى اتحاد الكرة، أعضاء اتحاد ورئيس الاتحاد بيكونوا أيضا متعاونين بهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع عم بيسيء كتير. اليوم السوشيال ميديا بتعرف أقوى من أي إعلام آخر. اليوم نحن نكون شريك بالإعلام وأصدقاء الإعلام أو نخليهم أعدائنا مثلا؟ وهلأ بقول لك المكتب الإعلامي بالمجمل تبعه رح يكون متعاون مع الجميع اعتبارا من هذه اللحظة أكيد إن شاء الله. نحن كان في حديث منذ
ساعة تقريبا بهذا الموضوع. حلو. بوجود رئيس الاتحاد. ممتاز. وتمنينا على الجميع يتعاونوا مع جميع الإعلاميين. كان في توجيه أصلا بدون وجهة بدون خلفيات سابقة بدون أي شيء. هذا الاتحاد السوري لكرة قدم ويحمي كل الإعلاميين الموجودين بالجمهورية العربية السورية أو كل الإعلاميين السوريين الموجودين داخل سوريا وخارج سوريا، فهو ملك لهم، هذا رأيهم ونحن شركاء معهم. كان في توجيه على كلام الأستاذ محي الدين، كان في توجيه من رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد للمكتب الإعلامي طبعاً بأنه التعاون مع جميع التعاون الإعلامي. ممنوع المخالفات مع حد بالضبط. إلا المسيء، هي من عندي هي بالضبط. إلا المسيء بالضبط. المسيء أنا ضده شو ما كان يكون أنا ضده. بحب أتشكرك وأخرناك وشوبنا عطلناك عن شغلك. أنا آسف. شكرا لسعة صدرك الله يخليك يا رب. رغم أنك ما رضيت تعطيني أي تصريح بالكويت، أنا بالكويت إلا جيت لهون. هون 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 بيقدرونا والله، هون هون والله العظيم بيقدرونا وبيكرمونا وبالكويت بيحترمونا، ولكن بعض الأمور يمكن صلت موضوع التواصل كان شوي صعب. أكيد. آخر كلمة الاتحاد باقي. شوف أنا رأيي حكيته على الإعلام، سواء نحن إذا نشال هذا الاتحاد وجوا أشخاص ثانيين شو ممكن يعملوا غير اللي نعمل؟ مين البديل لو إجا؟ ما أي كان البديل. نحن مشكلتنا بالملاعب، عدم وجود ملاعب لا ننشط الفئات العمرية، نبدأ من تحت. هاي مشكلة سورية، نحن عم نبدأ بالتطوير من الوسط وليس من تحت. نحن قاعدة الهرم عندنا مشكلة فيها هي الفئات العمرية، ما عم تنوجد لها ملاعب لتتدرب فيها. الأندية فقيرة ماديا، فبالتالي عم تعتمد على أصحاب رؤوس الأموال اللي يجي يصرف عليها، فبالتالي هالشيئين هدول هن العائق أمام أي تطور بالكرة السورية. يعني سواء كنا موجودين إحنا أو غيرنا راح يواجه نفس المشكلة. ما في أبدا بنقول مشكلة تنظيم إداري، تنظيم على شو هذا موجود أخطاء وين ما كان، لكن بنقول نحن إذا وجدوا هذه الشيئين الملعب والمال ممكن نعمل شيء أكثر بكثير من الموجود أكيد. لذلك نحن أو غيرنا بهالمرحلة سيان. شكرا جزيلا لك. أصدقائي تحياتي لكم، شكرا لكل من تابعنا. أتمنى 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 وأرجو طلب، أتمنى مقابلة صالح حمضان شفتها وحذفت وحذرت أكثر من تعليق، علق بكل روح رياضية باحترام بأدب، لأنه أنت عم تسيء لي. برجع لك مليون مرة أنت عم تسيء لي، عم نشتغل كرمالك، عم نعمل شيء كرمالك. والله والله بعض اللقاءات عم تطلع من روحنا مشان نجيبها. لا الأستاذ محي الدين، لا الأستاذ صلاح، ولا حدا عم يرضى يعمل لقاءات بسبب اللي عم بيصير، مو سبب إنه متخفين الإعلام. والله إنه الواحد أنا بشوف مسبت أمي وأختي على الفيديو على اليوتيوب، لا هذا الشيء غلط، ما بطلع لقاءات. يعني مع احترامي، يعني كل واحد ما بيرضى المسبات بالنهاية. أتمنى من الجميع الاحترام والتعليق بمضمون الفيديو. علق رياضة، انتقد رياضة قد ما بدك، خذ انتقاداتك، وهن مصرحين بالانتقادات. الأستاذ صلاح قال لي انتقد اللي بدك إياه، احكي شو ما بكون. أما يا أخي بعدوا عن اليساء، بعدوا عن المسبات. برجع بقول المرة المليون، اللي بيسب واللي بيغلط حيحضره مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترقبوا الجديد.